السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونون بخير. مثل ما تعرفون الاتحاد الدولي أخبر الاتحاد العراقي بأنه مباراة العراق والإمارات، المباراة اللي كانت ستقام ضمن تصفيات المؤهلة إلى كأس العالم لقارة آسيا، لن تقام في ملعب المدينة. طبعا هو كان قبل أسبوع مبلغ الاتحاد العراقي أنه الحظر الرفع عن العراق، وفجأة بعد 3 أيام أو 4 أيام أرسل رسالة أخرى أبلغ بها أنه خلاص ما تلعبون بالعراق ولازم نختار لكم أرض محايدة. الرسالة اللي قرأناها كانت بيها نوعا ما ظلم للعراق واضح، مو لأنه شال المباراة من العراق، لا مو بس هذا الظلم، الظلم اللي صار أنه راح نلعب ببلد محايد. طبعا من أول ما صارت الرسالة واضحة أمام الجماهير والإعلام، أكو كان إعلام إماراتي وأكو كان إعلام عراقي. الإعلام الإماراتي كان يقول أنه مباراتنا والاتحاد الآسيوي راح يرشح السعودية على مود تكون هي المكان المناسب أو المكان المحايد لمباراة العراق، بينما الإعلام العراقي كان يقول الأردن ومرات يقول السعودية ومرات يقول انه الاتحاد الدولي تراجع عن قراره. المهم صبحنا الصبح واليوم وهسه قبل 5 دقائق اجى الخبر اليقين انه الاتحاد الدولي اختار السعودية على مود تكون هي مكان مباراة العراق والامارات. كل امانة بالنسبة لي كانسان اعرف انه الجمهور العراقي لا يتواجد بالسعودية، بينما الجمهور الاماراتي ممكن انه يتواجد داخل السعودية. تعرفون الجمهور العراقي صعوبة الذهاب الى السعودية، بالتالي اكو سهولة ايضا من الجمهور الاماراتي انه يذهب الى السعودية ويشاهد المباراة. فبالتالي انا اعتقد انه اختيار السعودية ما يصب مصلحة العراق. يعني لهذا انا قبل يومين بالحلقة السابقة قلت انه المفروض الاتحاد العراقي بما انه ما عنده خيارات وموقفه يمكن يكون ضعيف لازم يروح يختار الاردن. وطبعا الاتحاد العراقي قبل ما تقام هذه البطولة، يعني قبل ما تقام هاي المباراة بالعراق رفع الحظر، كان مبلغ الاتحاد الدولي بانه هو اختار اول شيء بغداد او البصرة او الاردن المكان المفترض اللي تقام به المباراة. الاتحاد الدولي طبعا موافق اول شيء على بغداد، فبالتالي لو من البدايه الاتحاد الدولي ما موافق على بغداد ومخليها بالاردن كان افضل بالنسبه للجانب العراقي، اما الان يختار السعوديه فانا اعتقد هي كدوله محايده ما راح تكون المكان المناسب للمنتخب العراقي، لانه ما عندنا انا متاكد هناك حتى جمهور واحد او اثنين او 10 ما عندنا بالسعوديه، يمكن حتى الجمهور العراقي اللي موجود بقطر هم اكثر من الجمهور العراقي اللي موجود بالسعوديه، فبالتالي موضوع انه تقول مكان محايد لا، هي هذه مباراة إياب، يعني احنا مباراة الذهاب لعبناها بالإمارات، المفروض الإياب تكون بأرضنا حتى لو كانت أرض مفترضة، فالاتحاد الدولي يجي يفرض عليك أنه مكان محايد، هذه بصراحة تحسب على الاتحاد الدولي، يعني الجمهور العراقي من حقه أن يزعل ومن حقه أنه يتكلم، لأنه أنت أصلاً منطيت حق للاتحاد العراقي أن يجي ويختار الأرض البديلة، سلبت حقه، فأنت إذا كنت بوجهة نظرك أنه العراق مثلاً مو آمن وخلينا نشيل من عنده المباراة، بس لا تسلب حق العراق مرة ثانية بتحديد أرض البديلة، لأنه أرض العراق البديلة كانت المفروض تكون الأردن اللي بيها جماهير، فأنت اليوم حتروح تلعب بالسعودية ماكو أي جمهور بالسعودية عراقي، بينما إذا تروح العمان تروح هناك تشوف ممكن إنه جمهور العراق يصل عدده من 7000 إلى 10000 مشجع، وخصوصا بظل هذه الظروف الجمهور العراقي مستعد أن يتحدى الفيفا ويروح يمكن يحضر يملي الملعب، من العراق يسافرون للاردن، اما اختيار السعوديه ابدا ما يصب بصالح المنتخب العراقي، فبالتالي اعتقد انه الاتحاد الدولي كان واضح، ظلم العراق بهذا قراره، وظلم العراق لانه اختار السعوديه كملعب مفترض او ملعب محايد يلعب عليه المنتخب العراقي والمنتخب الاماراتي، كل شيء ممكن انه تبرر الاتحاد الدولي، لكن بخياره هذا لا، بصراحه كل ظالم للمنتخب العراقي اللي دائما يتعود للظلم، بالرغم من انه بعض الاحيان ظروف المنتخب العراقي والظروف اللي يعيشها العراق خلينا نقول تخلي انه مثلا المنتخبات ما تجي للعراق وتلعب وهذه الامور، لكن مبين كتاب الاتحاد الاسيوي به ظلم للجانب العراقي. طبعا اكو هوايه ناس يقولون انه نروح وننضم الى اوروبا، وناس يقولون نروح ننضم الى الاتحاد الافريقي، واخرين يقولون انه ننسحب من التصفيات، كل منطق. يعني اليوم هذا الفيديو كان المفروض انه اشرح به كيفيه الانضمام والشروط وهذه الأمور. لكن اجانا الخبر انه بالسعوديه، وشويه البدايه كانت فيديو، بدايه الفيديو كانت عن اختيار المكان. كل امانه الخيار الاول اللي ينطرح انه ما نروح نلعب ونحفظ كرامه العراق وهذه الامور، هذا الموضوع موضوع صعب ان تسويه، لانه اذا ما رحت ولعبت العراق راح ينحرم ممكن 4 سنين، ممكن بما انه الاتحاد الدولي يحب العراق والعراق ضعيف نوعا ما، ممكن حتى ال4 سنوات يسويها 8 ويحرمك من كره القدم، بالتالي انت عضو ضعيف بمنظومه كلها، اعتقد هالمنظومه هسه كلها هي ضدك، فانت ما تقدر
تقدر تعاند الاتحاد الدولي وما تروح تلعب. فعليك كمنتخب عراقي يعني من وجهة نظري أن تروح تلعب بالسعودية. المنتخب العراقي قادر أن يحقق نقاط إيجابية يعني بوجهة نظري، لأنه بالرغم أنه هذه الظروف اللي دا أشوفها يمكن هسه حاليا دا أشوفها ضغط على المنتخب العراقي، لكن ممكن تزيد من عزم شبابنا، خصوصا عندنا بعض اللاعبين الجيدين ممكن أن يردون بأرض الملعب ويحققون 3 نقاط، وراح تكون 3 نقاط غالية للمنتخب العراقي. بعض الآراء الغريبة نوعا ما كانت تقول أنه نروح ننضم للاتحاد الأوروبي للويفا، نروح ننضم لهم ونترك آسيا، وهذا بصراحة أمر غريب جدا. من تيجي تسألهم شلون تنضم يقول لك خلاص نروح ننضم لأنه أذربيجان وكازاخستان يلعبون ضمن المنتخبات الأوروبية، لكنهم هم دول آسيوية. بصراحة وبكل أمانة الاتحاد الأوروبي يضم 55 منتخب، هذول 55 منتخب كلهم أوروبيين باستثناء 3 منتخبات واللي هي كل من أذربيجان كازاخستان إسرائيل. خلونا نشوف شلون ذول المنتخبات انضمت إلى القارة العجوز وصاروا يلعبون هناك. منتخب مثل أذربيجان لو تركز به هو منتخب يقع ضمن قارة أوراسيا، يعني ما بين آسيا وأوروبا، عنده جزء أوروبي. بالتالي أذربيجان الدولة كلها موجودة بآسيا لكن عندها جزء بسيط موجود بأوروبا. يعني مساحة أذربيجان 33,400 ميل مربع، من عدها 2260 ميل مربع موجود داخل أوروبا. فبالتالي انضمام أذربيجان إلى الاتحاد الأوروبي الويفا أمر طبيعي وعادي، لأنه عدهم جزء موجود مثل ما تركيا عدها إسطنبول موجودة، جزء من عدها موجود بأوروبا، فعدهم حق أن يلعبون بهذه القارة، يعني بقارة أوروبا إذا أنت عندك جزء ممكن أنه تلعب بها. فمنتخب أذربيجان عنده جزء أوروبي فلهذا تشوفه يلعب بقارة أوروبا. انتهينا من موضوع أذربيجان وعرفنا ليش هي موجودة ضمن الاتحاد الأوروبي. نروح العام 1992، انهار الاتحاد السوفيتي. الاتحاد السوفيتي كان عنده 5 دول تنتمي إلى آسيا من ضمن الاتحاد السوفيتي. 5 دول كان لازم تختار انتمائها، يا أما آسيا يا أما أوروبا. طبعا الـ5 دول بداية الأمر كلهم اختاروا أن ينضمون إلى القارة الآسيوية، بس بعام 2002 كازاخستان قررت أنه تنقل أوراقها وتروح للاتحاد الأوروبي، وافقوا لها أن تنضم للاتحاد الأوروبي. ولو تروح تشوف كازاخستان أيضا عندها جزء أوروبي موجود داخل أوروبا، جزء من أراضيها. بالتالي المنتخبات الأربعة الباقية اللي من ضمن الاتحاد السوفيتي سابقا رادوا ينضمون مع كازاخستان بعد كازاخستان شافوا تجربة كازاخستان، لكن رفض الاتحاد الأوروبي بوقتها بقيادة بلاتيني، ميشيل بلاتيني رفض انضمامهم إلى هذه القارة. فبالتالي بس كازاخستان هي اللي قدرت تعبر إلى أوروبا، والسبب أيضا لأنه عندهم جزء من أرضهم موجودة داخل الجزء الأوروبي. يبقى موضوع إسرائيل وشلون انضمت إلى الاتحاد الأوروبي، وأنتم كلكم تعرفون أن الدول العربية كانت مقاطعة إلى إسرائيل، وكل المباريات اللي يصير أكو مقاطعة وهذه الأمور، وهذا اللي خلى إسرائيل تنقل أوراقها من الاتحاد الآسيوي إلى الاتحاد الأوروبي، والشغلة يعني سياسية قبل بها الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي كيف على منتخب مثل إسرائيل عنده فلوس وهذه الأمور ووافق له، بينما لو منتخب آخر يروح حسه يطلب من الاتحاد الأوروبي أنه ينضم لهم، مثلا العراق يروح ينضم إلى أوروبا، من سابع المستحيلات يحصلون موافقة. شنو مجبورية الاتحاد الأوروبي أنه يجيب العراق يخليه يلعب ضمن أوروبا؟ يعني تتخيل منتخب فرنسا عنده تصفيات مؤهلة لكأس العالم، يسافر من فرنسا للبصرة على مدة يلعب بالعراق تصفيات أوروبا. موضوع ما ينعقل يا شباب، موضوع ما ينعقل. يعني احنا مو قريبين عن اوروبا، هسه تقول لي تركيا بصفنا، هي تركيا بالقوه ولعبت باوروبا، يعني بالقوه عندها جزء كبير ولعبت وياهم. اما احنا كمنتخب عراقي نروح ننضم لاوروبا من 7 المستحيلات، انت منتخبات عاديه ما تقدر تجيبها وتخليها بداخل العراق يلعبون، ناوي تجيب منتخبات عالميه. بعدين خلينا نرجع ونقول نحكي بشكل منطقي، رئيس الاتحاد رئيس الفيفا اوروبي صح، نزيورخ هو اللي منطينا حظر، فشلون تخلوه يعني هو اوروبي منطينا حظر؟ هل معقولة أنه الاتحاد الأوروبي راح يخلينا نترك قارة آسيا ونروح لأوروبا؟ هذه بصراحة فكرة من الصعب أن تنفذها، من الصعب أنه المنتخبات الأوروبية أنه تفتح أحضانها لك لمجرد أنه شغلة إنسانية، يلا إحنا نضحي يصير عددنا 56 بما أنه هم 55 فيصيرون 56 بس على مود أنه دعم للعراق. ماكو هيك شيء، كرة القدم اليوم تطورت والمنتخبات الأوروبية تطورت. أما أنت إذا فعلا تفكر أنه تنضم إلى أوروبا فمعناه انه انت ما راح تشارك بس بالتصفيات المؤهله لامم اوروبا، وما راح تشارك بس بالتصفيات الاوليه المؤهله لكاس العالم، حيصير حالك من حال جزر الفارو وجبل طارق وهذه الامور، لانه امكانيات اوروبا امكانيات كلش كبيره.
إمكانيات عالية. فأنت هسه من تيجي تقترح أنه نروح لأوروبا، فأنا أعتقد اقتراح من الصعب أن أسويه، بل مستحيل، وما راح يفيد الكرة العراقية، لأنه أنت كجمهور عراقي إيش قد تريد؟ يعني منا 20 سنة اللي يتطور أداء منتخبنا ويصير مثلاً أداء أوروبي. صح، ورد أحكي لكم صدق، إحنا كمشجعين عراقيين متعطشين. يعني تخيل أنا بعد 20 سنة أشيب، ويمكن الجيل اللي وراي يجي يشوف كرة قدم بالعراق. نريد نطور بسرعة، يعني إحنا مستعجلين نشوف المنتخب العراقي يأخذ بطولة آسيا مرة أخرى، مستعجلين نشوفه يشترك بكأس العالم. احنا ولا هذه الاعتراضات كلها من شنو جتي؟ غير احنا نحب كرة القدم، فتريدونا احنا بايدنا نروح ننضم لاوروبا على مود خلاص تنتهي كرة القدم عندنا؟ انت شفت لك او سمعت لك بيوم لاعب كازاخستاني؟ لا، سمعت لك لاعب قوي ومشهور وش اسمه، سمعت لك عن منتخب جبل طارق اتطور او فشي صار بيه؟ لا، ماكو منتخبات. هذين يعتبرون المنتخبات اللي مستحيل ان تتطور باوروبا، لانه هم ماكو موجودين ضمن عمالقه باوروبا، فصعب ان نتطورهم. واللي يقول لك انه نروح لاوروبا نتطور، لا، اقول له صعب انه نتطور، لانه الكره مالتنا تختلف. حتى لو منا 20 سنه ما راح نقدر نوصل مستوى منتخبات اوروبا، صعب جدا يا حبايب. البعض الاخر يروح يقول انه نروح ننضم الى قاره افريقيا. طبعا الانضمام الى القاره ممكن انه يصير، مو ما يصير، لكن حسب الظروف اللي انت تشوفها. فمثلا استراليا من انضمت الى قاره اسيا، طبعا استراليا من 1962 يمكن الى 82، ومن 66 الى 82 من يلعبون كاس عالم يلعبون ضمن قاره اسيا، مع العلم انهم مو منضمين للاتحاد الاسيوي. منتخب استراليا، الاتحاد الاسترالي من الاتحاد الاتحادات القديمة، يمكن تأسس ب 1911، ومن 1911 إلى 2005 بين فترة وفترة يقدمون طلب للاتحاد الآسيوي على مود يوافقون على انضمام استراليا إلى الاتحاد الآسيوي. طبعا سابقا طلبوا من عدة اتحادات قارية أنه ينضمون إلها، وكل الاتحادات كانت ترفض انضمام استراليا إلها، وهذا اللي خلى استراليا تسوي اتحاد أوقيانوسيا وعلى مود يلعبون مباراتين ويصعدون الكأس العالم. المهم بعد كثر المحاولات والرفض مرتين بشكل رسمي، أعتقد قد بعام بالسبعينات او بالثمانينات اجى المنتخب الاسترالي حط اوراقه، وطبعا الاتحاد الاسيوي نوعا ما غير بالقوانين. يعني قبل كانت انه ممنوع اي منتخب من خارج القاره ينضم الى اسيا، لكن الاتحاد الاسيوي غير على مود يضم المنتخب الاسترالي. مع هذا من غير بال 1974 سووا تصويت على انه انضمام المنتخب الاسترالي الى اسيا، 14 شخص صوت بالضد وخمسه فقط صوتوا مع انضمام استراليا الى الاتحاد الآسيا، وبالتالي أيضا الرفض موضوع انضمام استراليا إلى آسيا. وصولا إلى عام 2005 بالنهاية بالإجماع صوت الاتحاد الآسيوي بزمن بن همام على انضمام استراليا إلى آسيا. وسبب الانضمام قالوا بوقتها على مود تتطور كرة القدم في استراليا وفي آسيا، لأنه منتخب استراليا يعتبر من المنتخبات اللي تطور. فهذه الأمور كلها لازم تخليها ببالك. يعني أنت عندك منتخب استراليا تقريبا 50 سنة أو 60 سنة كان يحاول ينضم إلى آسيا وكان ياخذ رفض، فانت اليوم ما تقدر بين ليله وضحاها تروح تنضم الى اتحاد اخر مثل الاتحاد الافريقي. حتى لو تنضم اليه يعني انت يحتاج لك وقت، ترى ما يحتاج لك انه يلا بس انا اروح انقل اوراقي وبسهوله يقبلوها، لا، انت يحتاج لك تصويت ضمن الاتحاد الافريقي. وبعدين اقول لك شغله، ترى الاتحاد الافريقي هو مو ذاك الاتحاد النزيه، الاتحاد الافريقي اصلا من حيث النزاهه هو اتعس من الاتحاد الاسيوي. فاكو حلول تطرح، هي حلول اعتقد ما تفيد الكره العراقيه، لكن تطرح هي رده فعل خلينا نقول. وهذا طبعا من حق الجمهور العراقي ان يتذمر وينطي هوايه حلول ممكن، لكن انا اعتقد انه كل الحلول اللي انطرحت هي حلول غير منطقيه او ما نقدر احنا كمنتخب عراقي ننفذها. انا هوايه حكيت اليوم هوايه وصوتي شويه تعب، بس انا بصراحه ضايج، لانه الامور كلها كانت باتجاه المنتخب العراقي وكلها تصب بصالحنا، وفجاه وبين ليله وضحاها انتهى كل شيء. لكن مع هذا ارجع واقول لكم احنا نقدر نفوز على المنتخب الاماراتي، صدقوني، بالرغم من انه هذه الظروف، لكن انا اعتقد انه منتخبنا العراقي مرات من ينضغط وتصير عليه ظروف، يعني ضده تصير الظروف ضده، ممكن ان يلعبون، ممكن ان يقدمون اداء مضاعف. فاني اتفائل بمباراتنا امام المنتخب الاماراتي، ان شاء الله نفوز ونحقق 3 نقاط. هذه مباراه جدا مهمه للجمهور العراقي وعلى منتخبنا الوطني العراقي ان يرد على الفيفا من خلال ارضيه الملعب، من خلال تسجيل الاهداف وتحقيق 3 نقاط. لهنا انا اوصل الى نهايه الحلقه، اشوفكم بخير يا رب، مع السلامه.